أربحة والتي تشارك لأول مرة، ها هي تندفع من علامة الميل 18 رأس تمثلها 18 شعار وثلاثة أسماء تشارك لأول مرة في السباقات. هنا السباق يبدأ برتم عالي السرعة، من يبدأ؟ النجمة اللامعة ابنة النجم الثاقب بشعار شرف الحريري مع أحمد الطيار من الخارج، تنطلق بكل قوة الفرس الزرقاء في هذه اللحظات في منتصف المسار، بينما نشاهد أيضا جداي الخير ابنة بانديني مع محمد الشريمة تأتي إلى ثاني المراكز، فيما أيضا المحاولات من سنة نورة ابنة ووردلي بشعار الشريف هزاع العبدلي مع أحمد الشرار في ظهورها الثاني تأتي في المركز الثالث، ها هي تخطف السياج في هذه الأثناء سنة نورة البالغ تصنيفها 69 وتنطلق إلى المركز الأول. جداي الخير تطارد إلى ثاني المراكز، المحاولات أيضا نشاهدها من قبل نائلة العز على ما يبدو للتقدم إلى ثالث المراكز، بينما نشاهد أيضا أنا الألماس ابنة ليامز ماب بشعار الأمير سلطان بن مشعل مع لويس موراليس في رابع المراكز من الخارج تحاول الانطلاق، وسنة نورة متكيفة مع السباق إلى المركز الأول. اشتدت المنافسة بين الأفراس مع دخولها للخط المستقيم، سنة نورة إلى المركز الأول، ابنة ووردلي في ثاني حضور، أنا الألماس قادمة بكل قوة من الخارج، هنا سنة نورة من الداخل، أنا الألماس من الخارج ما بين أحمد الشرار ولويس موراليس، من ينتصر في هذا الشوط؟ منافسة قوية قوية قوية، أنا الألماس من الخارج، سنة نورة من الداخل، أنا الألماس تنطلق إلى المركز الأول من أول حضور وتخطف المركز الأول في حضورها الأول وتضيف الفوز الأول في سجلها السباقي. إذن أنا الألماس ابنة لي